العار كله تحول، عايزني جدع طبلة ومفيش رجالة كلها شغالة عالنهب وأكل الحق. دنيا مصالح دنيا مظاهر ومحدش عنده ضمير، حتى الرجالة ما بقوش رجالة كله بيخطف ويطير، كله اتغير كله اتحول، عايزيني جدع طبلة ومفيش رجالة كلها شغالة عالنهب وأكل الحق. دنيا مظاهر دنيا مصالح ومحدش عنده ضمير، حتى الرجالة ما بقوش رجالة كله بيخطف ويطير، أسلوبي عارفينه كلكوا شايفينه، على وضعي ما بتغير شيء، شخصيتي عجباني وعاجبني كياني، مش عاجبك تقدر تمشي. شارب الجدعنة أنا بالمعلقة وغير الرجالة ما بشوفش، هتقلي بأصلك جبته لنفسك وأنا بفعل ما بقولش. نقول موال كمان يعني في مساحة اللي احنا نقول موال، بس احنا رايقين قوي. اه والله ده بالرأي واحد الله وسمعنا سقف. وقبل ما تقول الموال انا عايز اقول كلمتين، اوعاك تعاتب العايب ولا ترقع في الدايب ولا تمشي مع الصاحب الهلس ولا تمشي مع الصاحب الخايب، اصل دي للكلب هيفضل معوق حتى لو حطوا عليه قلب طوب عامل كده. اسمع سقفة الرجالة رجالة، احلى ابو سمر احلى ابو سمر اقول اسمر. وناس مش في بالك يدولك عيني وناس مهما نديهم ما بيطمرش فيهم، وناس مش في بالك يدولك عيني في ناس توقف لك على سنك، خلوا الشيطان واحد بينا، وناس توقف لك على سنك، خلوا الشيطان واحد بينا، مش فاهم ايه اللي بيحصل، ده مش طبيعي ده في ان الفرح ضايع في الليلة والضحكة في العنب جميلة، خلاص يا دنيا ما بقتش قادر انا تعبت من كتر الشيلة، حتى الصحاب وشك وشك تلف ظهرك بيغشك، بلا صحبة بقى بلا قلب دماغ، الكل باصص على قرشك، ده مهما تجري وتتشطر الرزق مقسوم متقدر، واللي هيطمع في الدنيا دي قولوا له كان كان غيرك اشطر، دنيا اشتغاله وزمن النجاله، دنيا دنيا اشتغاله. الراجل اللي يرفع ايده لفوق ويقول لعبد السلام، اقول لك على المفاجاه بقى، انت عارف عبد السلام بيروح امتى؟ لما بيلاقيك رافع ايدك فوق. اه والله بص اهو عبد السلام ابو حموصة، بص اهو دنيا اشتغاله وزمن الندالة، ويعوض عالرجالة اللي في كلامها عيال، من بره هالله هالله من جوه يعلم الله، واللي طول عمره الا ارفع ايدك دنيا اشتغاله.
الغيار لو يتكلم
هيقول الكروان، وطالما قلنا الكروان يبقى مين؟ محمد عبسلام. يلا يا رجالة، يلا يا رجالة، بصوا كده صح كده، هعمل بإيدي كده وانتوا تقولوا على طول، أنا عايز الفرح يتكسر يا عم سلام. انا من زمان احمد الاسمر لما طلع الشريط بتاعه عم يا جمال خلص من السوق وعملنا خمس نسخ منه. عمي يا جمال يلا عم سلام، روح روح يا دولي، الله عليك يا عالمي. عشان مطلوبة مني أمرك عجيب ياللي انت عندك وردة تملى العين وعينك على ورد غيرك فين ضميرك فين؟ طب هي دناوت نفسي ولا فراغت عين؟ الفرح بتكسر يا عبد السلام، الفرح بتكسر. انا اقول في حق اخويا احمد الاصفر اشد كلمتين يا كاريوكي وارجع تاني واقول لك احمد الاصفر في مجاله سفاح متمكن لو حرقك حط لها مسكن. احلى سلاسل احلى We'll be right back.
Thank you.